أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. أمام تضارب الأنباء عن مصير الورفلي، ما دلالة توقيت تواصل التفجيرات في بنغازي مع محمد شبيني وألا زارع؟ الدينار الليبي يغلق على ارتفاع أمام الدولار مع نهاية الأسبوع مع مهيب جرادا. الاتحاد يبدأ رحلة العودة الإفريقية بفريق جديد وروح أكبر مع عبد الرؤوف الرياني. وانخفاض درجات الحرارة وبحر مضطرب على كافة السواحل مع محي الدين علي. أهلا بكم إلى نبأ اليوم. أهلا بكم. ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجد سعد بن عبادة بمنطقة المجور إلى قتيلين وأكثر من 140 جريحا وفق ما أفادت به مصادر طبية للنبأ. حادثة أثارت ردود فعل منددة من جهة وداعية إلى توحيد الصف من جهة أخرى. وتواصل هذه التفجيرات في بنغازي مع التوترات الأمنية المستمرة يطرح تساؤلات عن دلالات هذا التوقيت بالذات، خاصة مع تضارب الأنباء عن مصير القيادي بالميليشيات محمود الورفلي. التقرير التالي مشاهدينا الكرام والتفاصيل. ما كادت الأمور أن تهدأ بعد ليلة من الاحتجاجات عقبها إغلاق للطرقات وتوتر أمني بسبب إيقاف أمير محاور القتال بقوات الصاعقة التابعة لميليشيات الكرامة في بنغازي، حتى استفاقت المدينة مرة أخرى على دوي الانفجارات ورائحة الدماء. قتيلان وأكثر من 100 جريح هي الحصيلة الأولى للتفجير الذي استهدف مسجد سعد بن عبادة بمنطقة المجور وفق مصادر طبية. تفجير بعبوتين ناسفتين انفجرتا بالمسجد حسب مسؤول الإعلام بجهاز المباحث العامة ببنغازي أنيس الورشفاني، الذي أكد أن تقرير قسم الفنية وكشف المفرقعات بيّن أن العبوتين تزنان أكثر من نصف كيلوغرام زرعتا داخل أجهزة التكييف بالمسجد المستهدف دون أن يقدم تفاصيل أخرى. التوترات الأمنية التي تعيشها المدينة منذ مدة لا يمكن فصلها عن الصراعات داخل معسكر الكرامة، ولا يمكن تفسيرها بغير صراع النفوذ والسيطرة بين أجنحة الكرامة المكسورة التي تريد أن تلملم جراحها وتتفادى الأخطر الذي يهدد بانهيار عملية الكرامة بالكامل. انشقاقات وتصدعات واتهامات متبادلة وصلت حد التخوين والتهديد بالتصفيات بدأت منذ خروج عدة قادة عسكريين عن خط حفتر وكشفوا الفساد المستشر عند الميليشيات وفضحوا مشروع حفتر الانقلابي وسعيه إلى الاستفراد بالحكم وعسكرة الدولة وتصفية كل من يقف بوجهه. ومنذ اعتقال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة فرج قعيم الذي لا يزال يقبع في معتقلات حفتر، بدأ الأخير يخسر تحالفاته مع أهم القبائل في المنطقة، وبدأ مصير الكرامة يتهاوى سياسيا وعسكريا. توتر زادته جرائم ضابط الإعدامات لدى الميليشيات محمود الورفلي تعقيدا، فبمواصلته عمليات الإعدام الجماعية رغم مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسليمه، جعل قائد الميليشيات خليفة حفتر في موقف مجرم الحرب هو أيضا أمام أنظار العالم. فإما أن يقوم بالتخلي عن ضابطه الخدوم الذي لا يتوانى في تنفيذ الأوامر بحذافيرها كما صرح سابقا في تسجيلات مسربة، وإما أن يوفر الغطاء السياسي والعسكري للمجرمين ويتحمل عواقبه الوخيمة التي ستعجل بالنهاية كما عجلت الجرائم بنهاية سلفه المقبور عندما اندلعت الثورة من هناك في بنغازي في مثل هذه الأيام قبل 7 سنوات. 7 سنوات كاملة لم يستوعب حفتر فيها الدرس،
ولا تزال بنغازي تعيش تحت حكم ميليشيات هي ليست بأرحم من كتائب القذافي، وما أشبه اليوم بالأمس، غير أن القاعدة تقول إن التاريخ لا يعيد نفسه، وإن عاد فسيكون في شكل مهزلة. إنها مهزلة الكرامة ومأساة بنغازي المتواصلة، في أيام تستعد فيها بقية المدن الليبية للاحتفال بذكرى ثورة فبراير، تحتفل الميليشيات في مهد الثورة بالدماء والتفجيرات. لكن لماذا في هذا الوقت بالذات، يتساءل البعض، في ظل تضارب الأنباء عن مصير الورفلي الذي خرج وطمأن الموالين له بأنه بخير؟ ثم صرح الناطق باسم الميليشيات أحمد المسماري بأن الورفلي ما يزال معتقلا لدى الشرطة العسكرية، مكذبا بذلك الأنباء التي ترددت حول إطلاق سراحه، وهو ما قد يتسبب في تأجيج الوضع مرة أخرى. وفي حديثه لقناة فرانس 24 أكد المسماري أن تسليم الورفلي للجنائية الدولية أمر غير وارد، بما يثبت بأن الجرم مشترك، وإن غرقت سفينة الورفلي فسيغرق معسكر بأكمله ولن ينجو ربانها القائد. تواصل الاحتجاجات لقبيلة العواقير المطالبين بإطلاق سراح فرج قعيم أيضاً يبين حجم الزخم المتصاعد ضد جرائم حفتر، وتتوالى الاضطرابات في شهر أعده أهالي بنغازي بالأمس القريب خير شهر تسترد فيه الكرامة للمواطن. ولكن اليوم تفجيرات وإعدامات واغتيالات واحتجاجات وجرائم سطو وانفلات أمني، إنها لعنة فبراير تلاحق المنقلبين عليها. فأي دلالات عن ارتباط أحداث بنغازي بشهر فبراير؟ وأي مسار سيتبعه حفتر لمحاولة السيطرة على الوضع؟ وهل ستتواصل الاحتجاجات؟ أم ستجد الميليشيات توافقات لتتفرق دماء الأبرياء بينها؟ وإن غدا وإن اليوم رهن، وبعد غد بما لا يعلم أهالي بنغازي. إلى درنا، حيث أفاد مراسل قناة النبأ بالمدينة بانقطاع التيار الكهربائي من منطقة ساحل كرسة حتى رأس الهلال غربي المدينة. وأوضح مراسلنا أن القطاع الكهرباء سببه وقوع قذيفة قرب المدخل الغربي للمدينة أسفرت عن سقوط عمود للكهرباء. وفي درنا أيضا، اتهم مسؤول الملف الأمني يحيى الأسطى عمر ميليشية الكرامة بالسعي إلى توريط الأجهزة الأمنية والشرطية بالجبل الأخضر وإدخالها في قتل دموي مع أهل درنا تحت شماعة الإرهاب الكاذبة. وقال الأسطى عمر في منشور له على فيسبوك إن الهدف من هذه التصريحات هو إدخال المنطقة في حرب لا مبرر لها، الغرض منها تفتيت النسيج الاجتماعي. ويأتي كلام مسؤول الملف الأمني إثر تصريح أمير المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر موسى المعداني الذي برر الهجوم على درنا بأنه يأتي بهدف وضع طوق أمني على ما وصفها بالجماعات الإرهابية هناك. أشادت مكونات مدينة درنا في بيان أصدرته الخميس بقدرة الأهالي وصبرهم على الحصار الخانق الذي تتعرض له المدينة والذي أثر على انسيابية الحياة داخل المدينة، وداعية إلى ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي. نتابع. ندعو سكان مدينة درنا وضواحيها والمدن المجاورة إلى نبذ الفتن والفرقة وحقن الدماء، ونرفض الاحتكام إلى لغة الحروب والدمار. هكذا عهدنا سكانها، متآزرين مغلبين كفة السلام، متمسكين بالحوار السلمي رغم كل ما تعرضت له المدينة من استهدافات طالت مؤسساتها وتجمعاتها السكنية أثرت على انسيابية الحياة فيها. درنة الأبية كما يعرفها الليبيون تستمر معاناتها رغم كل النداءات التي وجهها المسؤولون لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات التابعة لحفتر عليها منذ 22 شهراً سدت فيه جميع مداخل ومنافذ المدينة. وعلى وقع التهديد الذي يحيط بالمدينة من خارجها والنكبة الإنسانية في داخلها،
دعت مكونة درنا في بيانها المصور إلى ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي داخل المدينة وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها. تحويل درنا إلى بنغازي ثانية تخوف أعلنه مسؤولون ومتابعون للأوضاع، فالحصار غير الإنساني ومنع دخول الضروريات الحياتية إلى المدينة ونهب المساعدات التي تحاول النفاد إليها. مقدمات رأى مسؤول درنا أنها تفضح نوايا ميليشيات حفتر في حال تمكنت من الدخول إليها. قساوة الحصار الذي ضرب بأطنابه المدينة لم يثني أهالي درنا من الالتفاف حول مجلسها المحلي ودعم مديرية الأمن فيها والمطالبة بفك الحصار عن المدينة. بين قساوة الأوضاع داخل درنا وتمسك الأهالي بوحدة وأمن واستقرار الأوضاع فيها، وبين ما يحاك ضدها من مؤامرات وسط هذا الحصار الخانق، تظل مساعي الأهالي المتكررة متواصلة في التمسك بوحدتها وبحقهم في حمايتها من أي عدوان يستهدف استقرارها. أفاد أمير غرفة العمليات الميدانية لعملية البنيان المرصوص العميد الهادي درا بعثور دوريات البنيان المرصوص على أثار لفلول عناصر تنظيم الدولة خلال عملية استطلاع قامت بها. وأوضح درا في اتصال مع نبأ أن دوريات الاستطلاع التابعة للعملية عثرت على بقايا مواد غذائية ونيران موقدة تعود لتنظيم الدولة. وأكد درا أن قوات البنيان المرصوص أعلنت الاستنفار على خلفية معلومات استخباراتية لديها تفيد بوجود فلول تنظيم الدولة جنوب مدينة سرت. هذا وحمل الناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد في اتصال مع نبأ حمل المجلس الرئاسي المقترح المسؤولية الكبرى لما ستؤول إليه الأوضاع بسبب نقص الدعم الأمني للمدينة. البلاغ عليها فرق لم نتحقق من هويتها، خرجت بلمس دوريات المنطقة المذكورة، ولكن حقيقة لم يتم العثور على هذه السيارات التي تم الدفاع عنها، ولم نتأكد من هوية هذه السيارات التي جاءت بلاغ عليها. فينقص القوات هي التجهيزات والمعدات الخاصه بدخول الصحراء والاسلحه المتكون للتمكن من ملاحقه حلول داعش الى داخل الصحراء. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصله ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دعا المجلس الرئاسي المقترح عقلاء وحكماء مصراتة للوقوف إلى جانب أهالي تورغا في منطقة جرارة القطف وتوفير الحماية لهم. وأوضح المجلس في بيان له الجمعة أن الأهالي يفترشون العراء في ظل المناخ الممطر بعد أن منعوا من العودة المتفق عليها إلى مدينتهم. وطلب البيان أهالي مصراتة بالوقوف بحزم أمام المستهترين بسمعة وتاريخ المدينة وأن يعملوا على تسهيل عودة النازحين إلى ديارهم حسب وصف البيان. سياسيا، بحث رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا مشايد مستجدات الوضع السياسي في البلاد، داعيا لعودة سريعة لبعثة الاتحاد الأوروبي للعمل بكافة قدرتها من داخل ليبيا. وتطرق الاجتماع إلى الانتخابات التي تستعد البلاد لإجرائها، حيث أكدت المسؤولة الأوروبية على ضرورة أن تجرى بطريقة مثالية. وبدوره أوضح السراج أن الانتخابات يجب أن تجرى على قاعدة دستورية وقانونية سليمة، داعيا الاتحاد إلى المساهمة بتقديم الدعم الفني للمفوضية العليا للانتخابات.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعيين فرانك بيكر سفيرا لها لدى ليبيا خلفا لبيتر ميلت. ونقل موقع السفارة عن بيكر في أول تصريح له قوله إنه سوف يقوم خلال الأسابيع القادمة بعقد عدة لقاءات مع الليبيين من مختلف المناطق للاستماع لهم ومناقشة ما يمكن أن تقوم به المملكة لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين. يذكر أن فرانك بيكر سبق له أن شغر منصب سفير المملكة المتحدة لدى العراق والكويت. دعا البيان الختامي للقمة الرابعة لمجموعة الخمس في الساحل الإفريقي إلى مواصلة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة. وبدوره قال الرئيس النيجيري محمد إيسوفو الذي استضافت بلاده القمة إن الجماعات المسلحة في ليبيا تشكل خطرا على دول الساحل، مطالبا الشركاء الدوليين لتقديم الدعم اللازم لمواجهة تلك التحديات. على المجتمع الدولي أن يقدم ضمانات أكثر ويكون متضامنا مع بلداننا في القرارات الحاسمة التي نتخذها بخصوص ليبيا، خاصة في ظل النتائج المدمرة لأمن بلداننا. أجرت المنظمة الليبية للمناظرات مناظرة بعنوان التسجيل في سجل الناخبين واجب وطني بالتعاون مع المفوضية الوطنية للانتخابات وبإشراف الاتحاد العام بكلية الطب البشري في جامعة طرابلس. من باب توعية الطلاب بالتسجيل في سجل الناخبين ومعرفته معرفة صحيحة، أقيمت على مدرجات كلية الطب البشري طرابلس مناظرة بعنوان التسجيل في سجل الناخبين واجب وطني. المناظرة التي حضرها جمهور لفيف من طلاب كليات جامعة طرابلس نظمت من قبل المنظمة الليبية للمناظرات بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات وبإشراف الاتحاد العام لكلية الطب البشري طرابلس. كانت الفكرة يعني جاءت الفكرة من أن لما رأينا عدم تفاعل من المنظمات المجتمع المدني أو تفاعل ضعيف جدا من منظمات المجتمع المدني مع حملة التسجيل اللي أطلقتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فقررت أن نذهب شخصيا لمقر المفوضية والاجتماع مع المدير العام الأستاذ سعيد القصبي وشرحت له طبعا فكرة المناظرة اللي هي في العادة يعني فكرة مش واردة جدا في بلادنا ومش مستخدمة كثيرا لعملية المناصرة لشيء ما. احتوت المناظرة على فريقين، أحدهما مؤيد والآخر معارض للتسجيل في سجل الناخبين، وناقش المتناظرون تساؤلات الطلبة الحاضرين قبل أن تنتهي المناظرة وبإعلان النتائج من خلال التصويت. الهدف الأساسي من مشاركتي في فريق المعارضة أولا أن المناظرة عبارة على أسلوب حوار لا يعبر عن آراء المتناظرين الشخصية، ولكن بعد ما قريت على الموضوع أكثر وعرفت أكثر لقيت بالفعل أنا معارضة وبقوة فكرة التسجيل في سجل الناخبين في المرحلة الحالية، خاصة لوجود أطراف متنازعة لا نعلم ولا نعي ما الحل الأخير الذي ستصل إليه هذه الأطراف، كذلك عدم وضوح خارطة الطريق لدى المفوضية، لم تعطي علم لماذا هي فتحت التسجيل في سجل الناخبين في الوقت الحالي، هل هو تعديل منظومة كما يقول البعض أو أن بالفعل الدولة الليبية خاشة في انتخابات عما قريب وهذا ما لم تعلن عليه المفوضية. خضعت المناظرة لأعلى معايير آداب المناظرات المعمول بها، وهي أن يرفق حديث المناظر بأدلة الهدف منها خروج الطرفين والحضور بفائدة ونتيجة مثمرة وبناءة. قال مدير الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية طارق شنبور إن ليبيا لا يمكنها تحمل المسؤولية وحدها فيما يتعلق بظاهرة الإتجار بالبشر. وأكد شنبور في تصريحات نقلتها صحيفة أوبزيرفر على الليبية أن الاتهامات الموجهة إلى إدارته بشأن تهريب البشر لا يمكن الاعتراف بها إلا إذا عرضت على الأجهزة القضائية، وأشار إلى أن الدولة الليبية تعرضت لحملة تضليل من قبل وسائل الأعلام التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المشكوك فيها والتي يجرى التخطيط لها في الظلام حسب قوله.
أعلن المجلس الرئاسي المقترح منح علاوة مالية للعناصر الطبية وطبية المساعدة العاملة بالمنطقة الجنوبية. وبحسب بيان المجلس فيشمل القرار العناصر الطبية العاملة بالمراكز المتخصصة والمستشفيات التعليمية والعامة بكل من مدن سوكنة، هون، ودان، وبراك، وسبها وما حولها بمسافة 80 كيلومترا. وستمنح العلاوة شرط التزام العنصر الطبي بالعمل في المرفق المحدد له مدة 3 سنوات، وأن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب ويمارس عمله بتفرغ تام. ازدادت في الاونه الاخيره صالونات الحلاقه الرجاليه بالتزامن مع الحداثه في الملابس والاطلاع على الموديلات الاوروبيه وتقليدها، خصوصا قصات الشعر وتصفيفها الذي يعتبر من الامور التي يهتم بها الشباب. فلنتابع. صالونات حلاقه رجاليه تنتشر بكثره في المدن والبلدات الليبيه مصحوبه بقصات شعر وتصفيفات جديده، ظاهرة ترافقت مع الانفتاح الذي تشهده البلاد في هذه الفترة والاطلاع على الصيحات الأوروبية ومواكبتها، خصوصا في قصات الشعر التي تروق للرجال عادة تجربتها في ظل تنوعها وكثرتها. حلاقنا يعني تميز يعني ان اي حاجه تبها موجوده، فهمتني؟ يعني بالنسبه لكل شيء، يعني حلاقه اللي تحبها انت بصوره، اي حاجه تجيبها هنا تلقاها كيف ما تبي انت، تحب كيف ما تحب انت. والله ننصح باقي الشباب انه يطور من المهنه متاعها، يعني في عالم تو يعني وصلنا لمرحله يعني كل شيء قدامك، يعني تخش على الانترنت وتشبع كل شيء قدامك. ننصحهم انه يزيد يطور من المرحله متاعها، يزيد يكتشف، وهي شو نقول، هي رغبه قبل كل شيء، رغبه، فهمتني كيف؟ طرأت على صالونات الحلاقة كثير من التغيرات التي لا تقتصر على الشكل المتعارف عليه عادة بتهذيب الشعر والدقن، بل تعدته إلى طرائق أخرى تعتني أكثر بالمظهر. تقدم الصالونات الرجالية اليوم خدمات لم يعهدها الرجال من قبل، فمستحضرات التجميل أصبحت تلعب دورا هاما داخل هذه الصالونات. لي تو سنتين من يوم عرفت حلمي، حلقت عند الحلاقه الاولى، بدات نجي ديما، حتى امتى نسافر ما نحلقش برا، نروح نجي نلقى حلمي مسافر حاجه نستناه. الحق قصدي حلاق فيه متواجد كل شيء، ومن افضل حلاقين في طرابلس، ممكن حتى انا قصدي مش حتى في طرابلس، حتى في ليبيا ما لقاش حلاق زيي. وفي ظل هذه التطورات لدى أغلب الصالونات الرجالية واجتهاد الحلاقين في مواكبة كل ما هو جديد مما يخص المظهر الخارجي للرجل، يواصل الحلاق الشكوى من عدم توفر مؤسسات ومدارس تحفز الحلاق وتدعم هذه المهنة. نيو لوك نيو ستايل، الحلاقة العصرية، فهمتني؟ نواكبوا في العصر مع الحلاقات. عندنا مشاهير تجينا لهنا ملاعبين كرة، فهمتني؟ براسك طرابلس كاملة تعرفنا لهنا، تعرف نعملوا كل ما حلاقة وتجميل وحلاقة عصرية، بروتين، كيراتين، كل شيء نعملوا لهنا. المشكلة تواجه الحلاق، ما فيش هنا فيش صنايعية باهين في الحلاقة. مشاهدينا، نبأ اليوم متواصل معكم، وتتابعون في بعد الفاصل باقي فقراتنا الاقتصادية والرياضية والنشرة الجوية. قم معنا. اهلا بكم مشاهدينا في النبأ اليوم من جديد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب ببقيه الزملاء وابرز العناوين. انخفاض في درجات الحراره مع اضطراب للبحر على المناطق الساحليه. وفريق الاتحاد يضع اللمسات الاخيره قبل مواجهه الساحل النيجري. الدينار الليبي يغلق على ارتفاع امام الدولار الامريكي مع نهايه الاسبوع. اهلا بكم مشاهدينا لهذه الفقره الاقتصاديه التي نستعرض فيها اسعار العملات واسعار بعض المعادن الثمينه بالاضافه الى اسعار بعض السلع الاساسيه في السوق الليبيه. ونبدا باستعراض لاسعار العملات، حيث اغلق السوق على ارتفاع بالنسبه للدينار الليبي، وبدايه بسعر الدولار حيث انخفض قيمته الى 5 دنانير و270 درهم، بالنسبه لليورو انخفضت الى 6 دنانير و380
و88 درهم، أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع إلى 7 دنانير و20 درهم، والدينار التونسي حافظ على استقراره عند الدينارين و100 درهم مقابل الدينار الواحد. إذن هذه الأسعار هي أسعار نهاية الأسبوع. بالنسبة لأسعار المعادن بشكل عام فقد أغلق السوق يوم أمس عند الذهب 24 عند 200 دينار و7 دنانير، الذهب عيار 21 بلغ قيمته 177 دينار للجرام الواحد، أما الذهب عيار 18 فقد بلغت قيمته 155 دينار، الفضة استقر عند الدينار و800 درهم للجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام تحافظ على استقرارها النسبي، بداية بسعر كيلو الكسكس الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم، بالنسبة للمكرونة عند دينار و750 درهم، وطبعا لنصف الكيلو، وبالنسبة لكيلو الأرز عند 3 دنانير و500 درهم، وزيت الذرة يحافظ على استقراره عند 3 دنانير و500 درهم للتر الواحد. بالانتقال إلى أسعار اللحوم بشكل عام فقد أغلق السوق على ارتفاع لمعظم أنواع اللحوم الحمراء، بداية بكيلو الخروف الذي بلغت قيمته 30 دينار، كيلو البقر ارتفع إلى 25 دينار، لحم الإبل أيضا بلغت قيمته 27 دينار للكيلو، أما لحم الدجاج فقد انخفض بمعدل بسيط ليستقر عند 9 دنانير و750 درهم. بالانتقال إلى أسعار الخضروات ولم يطرأ عليه تغير ملحوظ بشكل عام، فنرى استقرار كيلو البصل عند الدينارين، أما كيلو البطاطا والطماطم عند دينار و500 درهم، وكيلو الخيار انخفض أو غلق على انخفاض ليستقر عند 3 دنانير و500 درهم. إذن هذه الأسعار كلها أسعار يوم أمس وهي سعر إغلاق نهاية الأسبوع، وننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا تفاوت، تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات، إليكم محمد وآلاء. شكرا لك محبا. ما الأنفع مع أخبار الرياضة مع زميل عبد الرؤوف الرياني، ماذا لديك عبد الرؤوف اليوم؟ مساء الخير محمد. مساء الخير. غدا الاتحاد يبدأ رحلته الإفريقية بعد غياب طبعا لسنوات مع ساحل النيجيري في تونس. نعم، نتمنى التوفيق لأبطال الاتحاد بالتأكيد. أكيد ممثل الكرة الليبية. إذا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الرياضية والتي نبدأها معكم من صفاقس، حيث أنهى فريق الاتحاد رسميا تحضيراته للقاء الساحل النيجيري غدا السبت في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وخاض فريق الاتحاد صباح اليوم تدريبه الرسمي للمباراة بملعب صفاقس الجانبي بمشاركة كل اللاعبين وبإشراف المدرب الفرنسي غاريزيتو، وتركز التدريب على تطبيق الخطط الهجومية والتعامل بالكرة من لمسة واحدة. وعلمت النبأ أن المدرب غاريزيتو فضل تأجيل الإعلان عن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستخوض مباراة الغد. من جانب آخر، وفي القاهرة يواصل التحدي تحضيراته الأخيرة قبل مواجهة بطل غانا في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا. وعكست التدريبات الأخيرة رغبة لاعبي التحدي في الفوز بمباراة الأحد لبداية مثالية للفهود السوداء قبل لقاء العودة. واعترف مدرب التحدي صالح رحيل أن الفريق تنقصه الخبرة الإفريقية، لكنه أكد أن كل اللاعبين سيسعون لخوض التجربة وبنجاح. في أخبار لاعبين المحترفين، قاد المهاجم محمد صولا فريقه المحرق البحريني للتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك البحرين بعدما تجاوز عتبة غريمه الرفاع بهدفين نظيفين. ونجح صولا الذي انضم للفريق البحريني الشهر الماضي، نجح في تقديم أفضل مستوى له مع المحرق، ونجح في تسجيل الهدف الثاني قبل أن يستبدل في الربع الساعة الأخير من زمن المباراة. وشكل محمد صولا منذ قدومه للمحرق البحريني نقلة كبيرة لفريقه في خط الهجوم بعدما صار ورقة رابحة بسرعته ومراوغاته السلسة. عالميا، أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم أن منتخب بلاده سيخوض مبارتين وديتين أمام مالي وأوكرانيا في بلجيكا بمارس المقبل تحذيرا للمشاركة بمونديال روسيا صيف هذا العام. ونقلت وكالة كيودويا اليابانية للأنباء عن الاتحاد الياباني لكرة القدم أن المنتخب سيواجه نظيره المالي في 23 من مارس المقبل، ثم يلعب مع أوكرانيا بعدها بأربعة أيام. وسيسعى مدرب الساموراي وحيد خليلوزيتش من خلال المواجهتان للتوصل لأفضل تشكيلة ممكنة لخوض النهائيات العالمية. يذكر أن قرعة كأس العالم أوقعت اليابان في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات كولومبيا والسنغال وبولندا.
أخيرا وفي عالم الدراجات الهوائية، توج الإيطالي سوني كلوبيرلي من فريق ماريدا البحريني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية. وقطع كلوبيرلي مسافة المرحلة التي أطلق عليها بلدية دبي، وامتدت لمسافة 172 كيلومترا في زمن قدره 3 ساعات و40 دقيقة و50 ثانية، متقدما على النرويجي ماغنوس نيلسون الذي جاء ثانيا، فيما حل الهولندي تيمو روسن بالمركز الثالث. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الرياضية، ما الآن عودة مجددا للزميلين محمد شبيني وألا. إليك محمد. شكرا لك زميل عبد الرؤوف ريان. شكرا لك عبد الرؤوف. أما الآن ننتقل مشاهدينا الكرام لاستعراض آخر أخبار النشرة الجوية مع زميل محيدين. أهلا بك محيدين. أهلا ألا ومحمد وأصدقائي. هناك أنباء يعني عن غرق طرابلس في أمطار غزيرة فعلا حقيقة هطلت خلال 24 ساعة الماضية، وكانت غزيرة خلال هذا المساء ولا زالت حقيقة تهطل الآن. لازلنا نتوقع مزيد من الأمطار بإذن الله تعالى طبعا. نعم، على المناطق الغربية. أسعد الله أوقاتكم في البداية والسادة الكرام أينما كنتم. أمطار كانت على العديد من المناطق الغربية طبعا. إليكم بعض الكميات التي هطلت إلى الساعة 9:10 من صباحات اليوم، كانت في مصرات 12، مصرات البحوث 8.1، الهضبة البدري 5، سوق الجمعة 3.1، ميناء طرابلس 2.4، رجبان الأرصاد 6، وطرابلس 2.5، وجنزور كانت 4.5. طبعا هذه الكميات معظمها في الصباح فقط، كميات الأمطار في المساء ستذكر في نشرة ليلة الغد بإذن الله تعالى. طبعا كل هذا بسبب منخفض جوي تحرك من الجنوب أدى ولازال يؤدي إلى أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، أيضا رياح باردة وأحيانا زوابع رعدية. مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهوائية والسحب، والتي نلاحظ المنخفض الجوي الذي تكلمنا عنه سيتحرك ناحية جنوب شرق أوروبا تاركا وراء هواء بارد على هذه المنطقة. إذا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من هذه الليلة ونهار الغد خاصة على المرتفعات، ستصل إلى 6 درجات في فترة الظهيرة، وفي فترة الليل تقترب من الصفر على مرتفعات جبل نفوسة تحديدا. أجواء مغيمة وماطرة خلال هذه الليلة وخلال يوم الغد وحتى الأيام القليلة القادمة بإذن الله. هناك فرصة لسقوط أمطار من حين إلى آخر، لكن الفرصة هذه الليلة ستكمن أو ستكون على المناطق الشمالية الغربية بإذن الله تعالى. الجنوب الغربي من ليبيا ستكون في سبها القطرون وباري وغاد، كل هذه المناطق تشهد أجواء صافية إلى قليلة سحب مع درجات حرارة ستنخفض وبشكل ملحوظ بداية من يوم الغد بإذن الله تعالى. لكن المنطقة الجنوبية الشرقية تبقى درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع وبشكل واضح، حيث لا تقل عن 27 وستصل إلى 34 درجة في بعض المناطق خلال يوم غد وبعد غد. كذلك الانخفاض سيسود المنطقة الشمالية الشرقية مع تكاثر للسحب الماطرة أحيانا وإن كانت خفيفة في معظمها. أما درجات الحرارة فتبقى أو تميل إلى الانخفاض، حيث أنها ستكون تحت 20 درجة بعد أن كانت مرتفعة خلال اليومين الماضيين. النشرة الخاصة بالصيد البحري ستكون الأجواء أو على البحر، سيكون البحر مضطرب، ارتفاع الموج سيتراوح من 3 أمتار إلى 4 أمتار، إذن سرعة الرياح ستصل إلى 25 عقدة، وهذا ما يجعلنا نعطي تحذير للسواحل أو للإخوة البحارة على كل السواحل الليبية خلال 24 ساعة قادمة بأن البحر مضطرب وأن الموج عالي على كل المناطق. درجة حرارة البحر تصل إلى 15 درجة مئوية، الرؤية جيدة إلا أثناء سقوط المطر ستكون متوسطة بإذن الله تعالى. إذن التوقعات ونبدأها بالشمال الغربي الليبي، حيث لازالت هذه الليلة الفرصة مهيئة ومواتية لسقوط أمطار بإذن الله تعالى. أمطار قد تكون غزيرة في بعضها وجيدة في بعض الآخر. أما درجات الحرارة فستنخفض بداية من هذه الليلة ونهار الغد بتحول الرياح إلى الشمال الغربي أو من القطاع الشمالي الغربي الذي يساهم بشكل واضح في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة على المرتفعات. كذلك الحرارة ستنخفض على الجنوب الغربي ودرجات الحرارة لا تتعدى 20 درجة على كل الأحوال أو في كل الأحوال. في الجنوب الشرقي الليبي درجات الحرارة تبقى مرتفعة لا تقل عن 27، أجواء مغيمة ببعض السحب العالية والعابرة على هذه المنطقة. أيضا الانخفاض سيسود المنطقة الجنوبية الشمالية الشرقية والتي ستشهد درجات حرارة خاصة على المرتفعات أو تتراوح من 12 إلى 14 درجة مئوية خلال يوم غد، مع أجواء غائمة وماطرة في بعض الأحيان وخاصة يومي الاثنين والثلاثاء بإذن الله تعالى. نلقي نظرة على أجواء الجبل وجبل نفوسة تحديدا، حيث درجات الحرارة ستميل انخفاض وتحديدا
في مناطق جبل نفوسة وتحديدا في غريان عاصمة الجبل، حيث درجات الحرارة لا تتعدى 8 درجات، هذا في فترة النهار، وتتراوح في فترة الليل من درجتين إلى 4 درجات على أقصى تقدير. أما سرعة الرياح فتكون نشطة من 15 إلى 25 عقدة بإذن الله تعالى، ستكون شمالية غربية الرياح اتجاهها، حيث ستكون باردة وبشكل واضح. أما حالة السماء فمغيمة وماطرة في أحيان، وأحيانا تكون قليلة السحب بإذن الله تعالى. النشرة قد تكاملت، نعود إلى ألا ومحمد. شكرا للزميل محيي الدين. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النبأ اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.